هذا البرنامج برعاية الزراعية مباشر. أنا عندي مشكلة. الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. دايما بسمع من حضراتكم ووصل رسالتكم للمسؤولين، ودايما بناقش الفلاح علشان أعرف منه مشكلته وأبعادها، وفي نفس الوقت علشان أتعلم منه، لأن هو عنده مهارات وخبرات اكتسبها على مدار السنين لا يمكن أن احنا نشوفها في أي مكان تاني. يكفي الفلاح أنه هو لما بيجي يتكلم عن مشكلة بيتكلم عن مشكلة عامة، وفي نفس الوقت هو بيعرض وبيطرح حل هذه المشكلة مناسب جدا. لكن في بعض الملفات طبيعة التعامل من جانب الدولة تجاه هذه الملفات اتغيرت بقالها فترة. أولا الفلاح ومكانته في المجتمع مكانة محفورة من مئات السنين، هو صانع الحضارة. لكن كان في فترة زمنية للأسف كان في غياب تام من جانب المسؤولين ومن جانب الدولة في توجيه خدمات حقيقية للفلاح، وبالتالي كان في غياب لدوره في المجتمع. هو بيشتغل وبينتج وبيأمن للمواطن وللحكومة وللدولة اقتصاد وأمن قومي غذائي مهم جدا، أمن غذائي قومي مهم جدا بيشتغل، لكن كان مهمش، وده شيء احنا اتعاملنا معاه واعترضنا عليه، والقيادة السياسية ايضا هي اللي دعمت موقفنا وابتدت في تنفيذ عدد كبير من الخدمات الحقيقية اللي توصل للفلاح. لكن المردود ظهر في بعض الأماكن، لكن لسه في أماكن مختلفة محتاجة مجهود كبير ومحتاجة وقت، لأن التنمية ما بتبقاش في يوم وليلة، خصوصا لما تكون بتتعامل مع مجتمعات أصابها العشوائية أو أصابتها العشوائية. ليه؟ من سنين طويلة قرية تحت مسمى أيا كان، ولكن ما فيش تنظيم من داخل القرية، حتى أسماء الشوارع أو التخطيط، أنت بتتعامل مع بيت فلان جنب الجامع، بتتعامل عند أول القرية هتلاقي الناس هناك هتسيبهم وتروح عند بيت الشيخ فلان. هي القوية، وبسبب قوة العشوائية دي التهمت كل مظاهر الجمال في مناطق كتيرة جدا من الريف المصري. ترجع تاني ازاي إلا لما يكون في مجهود، ومحتاجين وقت ومحتاجين دعم قوي وشديد من المواطن نفسه داخل هذه الأماكن. ما هواش دور الدولة لوحدها. النهاردة الفلاح ومكانته في المجتمع والخدمات المقدمة من جانب الدولة أفضل بكثير من السنوات الماضية. عودة الزراعة التعاقدية بصورة جديدة وبصورة حديثة، والتعامل مع منتجات الفلاح من غير ما أجبره أنه هو يزرع إيه، لأن الفلاح دايما يقولك دي أرضي وأنا حر فيها، ما تقوليش أزرع إيه، وده أدى لغياب الدورة الزراعية بشكل كبير بالرغم من أهميتها بالنسبة للأرض ومردودها على الحفاظ على خصوبة التربة، لكن من وجهة نظر الفلاح بيقولك دي أرضي وأنا حر فيها. عودة الزراعة التعاقدية بصورة حديثة من خلال أن يكون المحاصيل لها قيمة، الدولة تشجعك، لأن أنت النهاردة بتزرع ففي نهاية الموسم يبقى تقدر تحقق هامش ربح، يبقى أنا هزرع المحصول ده. اللي كان بيحصل في السنوات الماضية القطن المصري بيحارب محاربة شديدة من تجار ومن محتكري السلعة ومن مستوردي الأقطان، إلى أن وصل الحال إلى ما شاهدناه في السنوات الماضية، حال مؤسف. النهاردة القطن المصري بيعود وبقوة بدعم كبير جدا من الدولة. الدعم هنا مش دعم مادي على فكرة، هو خدمات متوفرة من أجل استقرار بيئة مناسبة للتوسع في زراعة محصول القطن.
وعلى رأسها منظومة تسويق عادلة، يعني الفلاح ياخد حقه، هامش ربح. الراجل بيقول لك أنا عايز أعيش أنا وأولادي. ما حدث في القطن المصري بيحدث في كافة المحاصيل، كل حسب الموسم المتاح أو حسب الموسم اللي بينمو فيه هذا المحصول. وسؤال بنتسأله في هذه الفترة، القمح أخباره إيه؟ القمح بطمنكم إن إن شاء الله يكون السعر عادل ومجزي. في رقابة شديدة وصارمة على أماكن التوريد في كل المحافظات بحيث إن يكون فيه سهولة ويسر، لأن التكدس اللي كان مفتعل أمام أماكن التوريد هو كان شيء مؤسف. ده بالنسبة للقطاع الزراعي، وضربت مثل بالقطن المصري وبالقمح. لكن باقي المحاصيل احنا شايفين جهود الدولة فيه ووزارة الزراعة في توفير سلالات وأصناف متحملة للظروف الصعبة، مقاومة للجفاف وللأمراض، وموفرة للمياه، والتوسع في زراعتها من خلال إنتاجها وتوفير تقاويها. على جانب آخر، الزراعة والإنتاج الحيواني أو الثروة الحيوانية هما وجهان لعملة واحدة. لو القطاع الزراعي عندك قوي ومتزن، القطاع الثروة الحيوانية هيتأثر وهيبقى قوي، شيء طبيعي. فلاح بيشتغل وبيزرع، معاه فلوس بيزرع محاصيل أعلاف، فبيشتغل وبينتج وبيفتخر بتربية الماشية. الثروة الحيوانية بنتكلم على الجهود المقدمة وقرض البتلو، بنتكلم على تراخيص المزارع، بنتكلم على المعلومة الإرشادية والتوعية، بنتكلم على القروض المختلفة اللي منها الطاقة الاستيعابية، تطوير المزارع. لكن احنا داخلين على مرحلة مهمة واتكلمت عنها امبارح ولسه هتكلم عنها وبكرة ان شاء الله، ان احنا عندنا حملة للتحصينات هتبتدي يوم 10/4. دي محتاجة ان احنا نجهز روحنا، ابقى مستعد كمربي ان انا لو عندي مشكلة حصلت في الفترة السابقة اسأل عليها الطبيب وهو جاي، ابقى مجهز نفسي وعارف ان الحملة هتبقى موجودة بكرة، ابقى انا جاهز علشان استقبلهم وعلشان ابتدي احصن ورقم وسجل الماشية اللي موجودة عندي، ابلغ جاري لو ما يعرفش، ده دور ايجابي، ابتدي اتعاون مع الطبيب البيطري اللي موجود واسهل عليه الموضوع وما يبقاش فيه مشقة ونساعده، لان انت بتشوف ان الاطباء دول بيتعرضوا لمخاطر كتيرة جدا. فاحنا من يوم 10/4 كلنا كمربي ماشية على مستوى الجمهورية نستعد. مرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الزراعية المباشرة. مرحب بحضراتكم مرة أخرى في الزراعية المباشرة. بنتكلم دايماً مع الفلاح عشان نسمع منه وفي النهاية نرد عليه لو في نفس الحلقة، أو بنتابع مع السادة المسؤولين اللي أنا بشكرهم على تعاونهم معنا وبشكر فريق الإعداد. امبارح كان معايا الحاج نبيل من الفيوم، من مركز يوسف الصديق، القرية الثانية. ابتدى يتكلم معايا عن مشاكل مرتبطة بالثروة الحيوانية ويشرح لي أعراض أمراض، ويكلم لي على أن في عنده ماشية نافقة قال لي ب25,000 جنيه ورمتها للكلاب الضالة، وأنا اعترضت على الكلام ده كله. وقلت له من المنطقي أن أنت كمربي حصل عندك مشكلة تتواصل مع الإدارة البيطرية، مع مدير مديرية الطب البيطري، عندك الخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية 19561، وعندك قناة مصر الزراعية. هتسيب كل ده وتبتدي تقول لي تخلصت منها وألقتها للكلاب الضالة، بترمي 25,000 جنيه في الأرض، بتنشر أمراض؟ الدكتور موسى سليمان مدير مديرية الطب البيطري تواصل معنا على الهواء مباشرة وقال لي أنا هبعت لجنة تشوف الوضع عنده إيه، تقيم الحالة، وأكد على أن لازم لو في أي مشكلة بيطرية يتواصلوا معاه، مكتبه مفتوح. أنا معايا على الهاتف دكتور موسى سليمان مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا استاذ سامي، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. حضرتك وعدتنا امبارح ان في لجنة هتروح تفحص الموضوع في القرية الثانية في مركز يوسف الصديق. وانا عندي وعد حضرتك، ده قفلت مع حضرتك، كلفت السيد الدكتور مدير إدارة يوسف الصديق فورا، واديته رقم التليفون واتصل بالحاج نبيل، حتى حاولت اتصل بحضرتك كان البرنامج خلص يعني. انا اسف. ومشكورا وتواصل معاه، طلع عجز عنده اشتباه حالة جدري، واتفق معاه ان يروح له على امبارح على طول او النهارده. هو اصر مشكورا للحاج نبيل، قال له انا مش موجود، اللجنه تجيلي في ميعاد محدد اللي هو بكره الساعه 11. ده للامانه يعني. تمام. فالراجل ده للامانه طبعا، حتى انا يعني برضه اتضايقت وقلت لمدير الاداره ازيك، قال لي والله هو مش موجود حاليا،
ومحدش متواجد، فقال لنا حتى تيجوا من الاربع متاخرين على الساعه 11 او الساعه 1. ده بالنص اللي حصل يعني. وهو عجل عنده اشتباه حاله جدري، مجرد اشتباه، لكن ما فيش وفيات ولا في حاجه خالص. مدير اداره الطب البيطري ما راحش بنفسه للقريه؟ هو اتصل بيه حضرتك وعرف القريه وكل، وخد كل الداتا اللي عنده، قال له اللجنه جايه لك خلال ساعتين طبقا لتعليمات سيد وكيل الوزاره. قال له للاسف انا مش متواجد. وقال له طب بكره الصبح على النهارده؟ قال له لا يجوا لي الاربعاء. الحاج نبيل لما كلمني، الحاج نبيل لما كلمني قال لي على معلومه انا اعترضت عليها بشده، وقلت له الكلام ده ما ينفعش ان هو يتقال ولا يعمم. قال لي ان احنا عندنا في حالات اشتباه منتشره. قلت له حضرتك ده حضرتك ما تذكروش، اللي يذكروه لي اصحاب المشايل اللي عندهم مشاكل. فانا بستاذن حضرتك اللجنه لما تنزل بكره للحاج نبيل، حتى انا اسف لمقاطعتك، مدير الاداره قال له لو حد عنده مشكله في اي مكان، طب حضرتك بس عشان بس الحاج بس فكره بسيطه، مركز يوسف صديق حضرتك من مراكز بعيده جدا، انا رحت بنفسي كذا مره، حتى دكتوره منى كانت معانا، والافتتاح المركز المتطور ده حضرتك بيبعد عن الفيوم حوالي 250 كيلو او 200 كيلو في الاماكن دي. بس هو في اداره بيطريه، مش هو في اداره بيطريه؟ طبعا يا بيه طبعا، وفي اداره مش بشرط ان حضرتك تنتقل يعني، هو في ناس مسؤوله علشان تشوف شغلها وترفع تقريرها لحضرتك. طبعا انا اقصد حضرتك انه مش زي مركز الفيوم او اقصى او سنوس، طبعا هو ليه طبعا مسافات بعيده وقريب للحدود، ولكن الصور اللي حوالينا هناك الى حد ما محدوده، ولكن احنا طبعا سايبين ارقام التليفونات والدكاتره وفضل حضرتك. بس المشكله ان بين الوحده والوحده مسافات كبيره جدا، ودي غصب عننا فضل حضرتك. انا النهارده ما فيش وحدات اقدر ابنيها. ما هو الحاج نبيل اشتكى من كده، قال لي انا اقرب وحده بيطريه لي 25 كيلو. فحضرتك انا صادق مع حضرتك، انا قلت لهم كذا مره وقعدت معاهم، قلت لهم لو اي حد يتبرع مشكورا ولو باوضه واوضه او اوضتين، وانا عليا فوق الدكتور الطبيب في اكثر من كده، وانا بقى اناشد حضرتك لو حد فيهم يقدر يتبرع علينا بمكان، انا احاول اجيب الطبيب ده ولو يومين في الاسبوع ومن وحده ثانيه، او اتصرف بحيث برضه نغطي الاماكن البعيده دي. انا هتابع مع حضرتك الموضوع ده، وانا بنواشد الاهالي اعضاء مجلس الشعب كبار العائلات في القريه، انتوا هتوفروا مكان علشان يخدمكم يعني، انتوا في غنى عن المشقه. تمام، يعني احنا هننتظر برضو بكره، لان والنقطه اللي تهمني في التقرير ما هياش حاله الحاج نبيل، اللي يهمني الاهالي اللي موجودين في المكان بعد اذن حضرتك يا دكتور، علشان انا بعترض على نقطه ما بحبش اسمعها في البرنامج بتاعي. وانا بحييك عليها طبعا. النقطه دي انا ما فيش حد يقول لي اصل الموضوع منتشر عندنا، ما فيش حاجه اسمها منتشر. كلمني عن مشكلتك ده عموما، حتى مش في الثروه الحيوانيه. يا استاذ سامح، انا من لما جيت المديريه من اول يوم من حوالي سنه ونص انشات وحده اسمها وحده الطوارئ على رقم قصدي وقبل حضرتك 216-5-16. لا قول لي الرقم كام يا فندم؟ 216 ايوه 87-16. ده رقم عندك في مديريه الطب البيطري. 10 بالليل وان شاء الله 24 ساعه. تمام، 216-8-7-16 ده رقم تواصل مع مديريه الطب البيطري. ده الارضي حضرتك. وارضي في محافظه الفيوم، يعني ما فيش اي مشقه ان انت توصله. مش هكلفك اي حاجه. للدكتور موسى، وانا بشكرك على اهتمامك. العافيه بيك. وان شاء الله بكره. موجوده عندهم كلهم سعادتك، انا متواجد بالليل، حتى لو في مشكله بنزل بنفسي. ليه بقى حضرتك؟ لما انا انزل بنفسي يبقى اي واحد مسؤول تحتية او معايا لازم هينزل معايا ونشوف المشكله فيها ايه. ومن فضل الله انا ما بسكتش عن اي حاجه لسبب، لان طبعا حضرتك وحده الطوارئ دي التدخل السريع، كل ما تدخلنا سريعا كل ما قدرنا نحاصر اي مشكله لا قدر الله. على فكره يا دكتور اتفضل، في نقطه عايز اقولها لحضرتك. احنا بنبني بلدنا. لا طبعا انا ارفض تماما في برنامجي او في قناه مصر الزراعيه الهجوم الغير مبرر على اي مسؤول. احنا مع المسؤول علشان نساعده، علشان احنا بنبني مصر. ربنا يبارك فيك. احنا لما بنكون شايفين ان حضراتكم بتشتغلوا بهذا المجهود، الله يبارك فيك، وبالادوات اللي متاحه معاكم، وبنتكلم على اماكن ما كانش فيها خدمات من سنين طويله منسيه، واحنا النهارده اللي مسؤولين ان احنا نوصل للناس دي خدمات، يبقى لازم تكون ايدينا في ايدين بعض عشان نقدر ننجح. تمام مشكورك. بحيي حضرتك وبحيي الحاج نبيل. انا بحيي الحاج نبيل، بس انا معترض على كل كلامه لغايه دلوقتي، لان احنا كلمنا حضرتك وحضرتك قلت اللجنه هتجيله، وهو اعتذر للطبيب وقال له لا بلاش النهارده ولا بكره وتعالى لي يوم الاربعاء. يبقى انت النهارده يا حاج نبيل ما كانش عندك حاجه ملحه، ومكان الشرح او الطرح اللي حضرتك طرحته
نفس زي ما انا قلت في نوع من المبالغه. مفيش حد يقول اصل انا حصل عندي حيوان نافق والقيته، لازم تتابع مع مدير مديريه الطب البيطري عشان تنزل لجنه تاخد اجراءاتها من التشريح ومن محضر اثبات الحاله والعينات ولا في اي حاجه تحت امر. انما ان احنا نقول اصل القناها ده كلام عام انا برفضه. انا بشكرك الاستاذ دكتور موسى سليمان مدير مديريه الطب البيطري بمحافظه الفيوم، رقم الخط الساخن لمديريه الطب البيطري اللي الدكتور موسى قال شغال على مدار اليوم 2168716 او 21-68-716، هو نفس الرقم 21-68-716. مفيش اي مبرر، مفيش اي، عاوزنا نساعدك احنا تحت امرك. اي فلاح عنده مشكلة، بس نكون موضوعيين، نكون بنائين، نبني بلدنا. خسارة كبيرة جدا لما تتكلم مع مربي ويقول لك ده انا عندي حيوان او عندي ماشية نافقة. تعرف الراجل ده بيكلمك عن ايه؟ بيكلمك عن ثروته كلها، بيكلمك عن تحويشة العمر، هي موجودة عنده في الماشية، موجودة الثروة دي كلها في الماشية اللي عنده، تحويشة عمره.